الله الرحمن الرحيم. نبدأ جولتنا يا جماعة في سوق الأنصاري. من أول ما دخلت من السوق من ناحية مدرسة الأنصاري والبوسطة، عايزين نعرف المكان اللي احنا بنصور عنده. فرن غريب يا زمان، المرزق بطوطة. مرزق بطوطة صورت عنده قبل كده، والحمد لله الفيديو عجب ناس كثيرة جدا بالنسبة للأسماك الشعبية والأسعار. ودلوقتي هنشوف مع بعض بانوراما الأول يا أبو حميد، وبعد كده نخش في الأسعار. ماكريل، الشبارة البيضة الجميلة دي، طبارة، تايواني، لوت، صدف، حبري، شوية زرابين رفيعة، شوية شركس، شركس على شعور، على محسني، على شعور، على قاعدة خمخم دي، لا شعور، شعور دي؟ اه ما البولتها طويل ليه شوية كده، لو يا بوزة حبيبي يا حبيبي، بربوني، جندوفلي، جندوفلي جميل، مكرونة أو حارت، حلويات صلاة النبي، فوارس ده؟ فوارس مش صارع ده ولا صارع؟ لا صارع على فوارس، صارع على فوارس، حاجة بسم الله ما شاء الله، دي الفوارس، دي الفوارس يا جماعة اهي، والصارع دماغها عريضة شوية، فوارس مبرومة، فوارس مبرومة، وشوية باغة، وبربوني، إيه اللي يفرق البربوني ده عن البربوني ده يا احمد؟ تربه؟ لا اراضي، اراضي ده افريقي بيعيش وسط الحجاره، لما ده في الرمله، ده في الرمله دايما حتى الرمله تبقى فاتحه يا جماعه. طبعا درين، شويه صرع، تمام. ازيك يا حبيبي؟ على شويه شخرم رفيع. يخلص البيع يا جماعه ونبدا مع بعض نتناقش في الاسعار. بيخلص بيعة فوارس يا جماعة، ربنا يوسع عليهم كلهم. وانا قبل كده سألتك يا احمد، ممكن تورد وتعمل دليفري للناس القاهرة؟ القاهرة، اسكندرية، جماعة، انواع العالم. طب تليفونك 0129227 تليفونك يا احمد 0129227 هترفع راسي ان شاء الله على دماغ ابويا. الله يخليك. هو كده قرب يخلص البيع يا جماعه، ونبدا نشوف الاسعار مع الكابتن احمد. الماكريل بكام؟ الماكريل ده ب 50 و45، احنا بنبيعه ب 40. الشاشه برده، الشباره البيضه دي يا احمد والله تتاكل بسم الله ما شاء الله. بكام دي؟ ما شاء الله ده ب 30 بنبيعه ب 25. بطنه نظيفه دي يا احمد؟ اه ابويا. بصوا يا جماعه، انا متاكد ان بطنه نظيفه، زبده سمنه بلد يا جماعه. قلنا كم اخر بيعه؟ 25. والطباره دي؟ الطباره دي ب 50 ب 45. 45 تمام. وشويه اللوت، بسم الله، اللوت الحلوين دول، اللوت ده ب 60 جنيه تمام. والصدف؟ الصدف ب 70 ليك ب 60 برضه. الحبري الجميل اللي في الشوي ده جميل جدا، بكام الحبري؟ الحبري ده ب 40 جنيه. الله ينور يا جماعه، الله ينور يا جماعه. شويه الزرابين دول يا احمد، الزرابين بكام؟ الزرابين دي ب 80 جنيه. 80 جنيه. دي شرفان، دي شرفان، ودي زرابين. بص يا جماعه، شرفان اهي بعلامتها، والزرابين زي الزرابين. دي ادي الزرابين يا جماعه، دي شرفان، دي شرفان، وادي الزرابين، وادي الزرابين. الشركس على شركس، على شعور، على بنقص. بكام؟ اهو البنقص، بنقص واهو الشركس واهو الشعور. تمام. يبقى عندنا يا جماعه شعور وشركس وبندس. الله يبارك فيك. ازيك يا عم عبدو؟ منور الدنيا يا حبيبي، ربنا يوسع عليك. عبدو ده راجل محترم من الناس المحترمه والله، انا بحبه في الله. الله يخليك يا عم احمد، الله يخليك. بكام ده؟ قلت لي بس التشكيله دي ده ب 70 جنيه، 70 جنيه. واللي بيقول لي ب 60 بديله، واللي بيقول لي ب 50 بديله. طب بربوني كل واحد على حسب حجمه عادي، الناس غاليه يعني، في رحمه
احنا من ضمن الغلابة برضه. الرحمة يعني حلوة. الرحمة حلوة. طبعا. عشان ربنا بيرضينا الحمد لله واسترها معانا. يا ربنا يكرمك. البربوني البني ده. البربوني. ايه? 50. البربوني ده ب50. ده اسمه بربوني افريقي. عشان نبقى عارفين. بس بربوني. بس احنا هو عندنا انا بنقول عليه بربوني افريقي. بس بربوني انضف نوع بربوني. عشان بيعيش وسط الحجورة ده. ايوة. والجندوفل العرايس ده الجميل. صاحبه. صح انا شفته صاحب وريهم صاحب. بكام? كل صاحب بكام يا احمد? ايه? ده باربعين جنيه الجندوفل. ما 35 يا احمد? ما 35 ماشي برضو عادي. باربعين وخمسة وثلاثين وخمسين وخمسة عادي اللي بيجي ما بيجي. يعني اللي هدقري بيجي. والحالة الجميل له? الحالة ده بيبقى ب70 جنيه. والكلام ده هنا ب60 جنيه. حلو يا جماعة. تسلم ايدك يا احمد. فوارس على صرع. فارس على صرع بكام? ده ب60 جنيه عشان كبير. عشان بيصدروه مغلينه شويه بتوع التصدير. تمام. والحمد لله انا نقول الباغه دي. الباغه دي بيبقى ب50 والكلام ده هنا ب45 ب40 ماشي ب45 يا جماعه خدوها مننا انا ب40 وب35 ماشي برضه. والبربوني الجميل والكلام ده بجد. الكلام ده بجد يعني مش بنقول اسعار كده عشان النت ولا الكلام ده. الكلام ده حقيقي. الناس من وراك بتشكر فيك يا احمد. انا بقول الكلام ده حقيقي مش بنقول كده عشان النت. وناس جت خدت منك فيلا ولا لا? بكام البربوني ده? البربوني ده ب70 جنيه بيبقى ب80 جنيه. واللي بيقول لي ب60 بديله كيلو ونص ب100 ماشي يعني ب65 ماشي. ب60 ماشي. الله ينور عليك. والدرين ده? الدرين ده ب20 جنيه بتاع الغلابة برضو بتاع الاغنياء. بتاع الغلابة. بتاع الاغنياء والغلابة على حسب. الله ينور عليك. خلي الناس تاكل. والشخرم الجميل ده. الشخرم ده ب15 ماشي. ب20 ماشي. ب10 ماشي. تمام. على حسب كل واحد وحجمه الدنيا الناس غلابة. نفس الحجم ولا حاجة تانية يا احمد? وحياة ابني انا باكل الناس. عشان الناس غلابة. انا باكل الناس عشان الناس غلابة. يا احمد? ده 40. ماشي. عشان ده وسط ده. بس بتاع التصدير مولعين دوت عشان غالي. انا كده يا احمد بقول لك ربنا يوسع رزقك. وانت دايما منور القناة ومشرفها. وكل اللي يجي لك ارجو ان يبقى مبسوط على دماغك. سلام أي عليك. اي حد انا خدام اي حد. الله يخليك. في دخلة سور انصاري. طبعا قلت له في الاول. المرزق بطوط. المرزق بطوط يا جماعة. حاجة شباب تشرف. ونقول الرقم تاني. 0129 22 727. شكرا يا احمد.